لعمل الماسك نحتاج نابكن. هالمطبخ اللي تصير قوية أو إذا ما عندكم نقدر نستخدم خاولي أو أي وصلة نظيفة، قطعة قماش نظيفة. اثنين بلاستيك، أنا راح أستخدم النابكن، راح نسويه على شكل مستطيل. هاي الطريقة طبعا أنا لازم أسوي ماسك إلي والابني، لأنه ماكو ماسكات بالسوق ولا بأي مكان، وهنا أنا ساكنة بماريلاند أعلنا وإنه المفروض نلبس ماسكات، فأني راح أسوي إلي والابني من أروح للشغل. هم أسوي ألبسها، راح أحط هذه هنا، اللاستيك راح ينحط هنا، وبتحمي ساكنة بلندن هم قالت ماكو ماسكات، فلا بلندن ولا بأمريكا اكو ماسك، فأنا راح نعتمد على هذا، على الصناعة اليدوية. هاي نعكف بهاي الطريقة، نعكف هذه هم بهاي الطريقة. بعدين نحطها بهاي الطريقة ونلبسها، وها من تستخدموه ورا ما تستخدموه بتذبوه، تصير disposable. أعيدها، مستطيل. هاي طبعا أنا شفتها باليوتيوب وقلت خل أسويه، بس خواتي ما عندهم هم ماسكات، صديقاتي حتى يستخدمون حتى يسوون ماسك لهم. مستطيل نحطه بهاي الطريقة، هنا نحط اللاستيك الصفحة الثانية هاي الطريقة، بعدين نعكف هاي الصفحة هنا، بعدين نعكف هاي الصفحة هنا، وصارت ماسك ونلبسه. اللي يستخدم خاولي يرجع يقدر يذب، يقدر يغسله، بينما هذه رأسا أذبها disposable. إذا أحد عنده هيدبانز، لعبة هيدبانز بها شغلة كلش مفيدة، بها هذا الهيدبانز مفيد للي يريد يحمي عينه، خاصة اللي يشتغلون بالمختبر. أنا إذا مطوني حماية للعين أستخدمها من أروح أشتغل بالمختبر. نحتاج هذا المالة الليفكس، نقصة بها هاي طبقتين، راح ناخذ بس طبقة واحدة، هي هذه قصيتها، راح نحطها بالهيدبانز. نمسكها بطريقة، هاي الطريقة لقى طريقة زينة. هاي الطريقة صار حماية العين. اللي ما عنده هذا الهاد يقدر يستخدم أي طاق أو أي حلقة، فهذه نقدر نحطها هيج تحمي عينك من واحد يشتغل بالمختبر أو من يطلع الرذاذ. فهاي طريقة عمل الماسك وحماية العين، والصحة والسلامة للجميع.